هذا الخلق هو خلق الإنصاف، الإنصاف الذي قل في زماننا، والذي لما تركته البشرية تاهت وأصبحت تخبط خبط عشواء، وأصبحت تكيل بمكيالين. نمي يقل الإنصاف ونقابوين عدم يقل، وإلا الخير مر من الجن ذر خياء زي رب سبحانه وتعالى ويتنقضي عشاء زي البشرية خصوصا زي الأمة يتنيتا. ولكن خمني تقيد جيث الحاجة تتمازيخت نمي قج الخلق ونتا يدور الكيل بمكيالين، نمي قج خلق الإنصاف دور ثنائين غنباب ثنائين غنباب متفائلة الطاس السي محمد 10 20 غنباب مانا ثنائين غنباب دور نهار ما السند ياك تمغات سي جو غنبوبك يحنجان سي جو غنبوبك وذكر سي جو غنبوب اكون لك يخدم سي جو غنبوبك فقيت سي جو غنبوبك اك الخاتم سي جو غنبوبك الجماعة سي جو غنبوب اك الإدارة سي جو غنبوبك دير قهوة سي جو غنبوب شي شي وذن خمي غير خزاد هذا ستيني نش دقوم شانسنك سي غربيدو غتخو غنبوبينو ما يمي، لأنه عز الإنصاف وقل يقج الإنصاف شاذ بذر شروهيث شي بذر بغض ذقرون شي بذر الحقد شي بذر الكراهية ما يمي، لأنه خزايت معاملك بنادم يقارش يوزن يستنين تندوثين يودي شو ذا نغبوك شي شي حقينوها مين مزعما ذو غنبو ذو غنبو بالنس قاضى سقيكيك ذو غنبو بينو قاضى يقيكيك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أورد ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد قال شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذي الوجهين، عفن يوذن غرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ونتي راسنا عيني غنباب يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ما يمي، لأن قل الإنصاف يقج الإنصاف ونشي نزرع على أن الإنصاف ومقال الإنصاف هو ابن ذمكور وإني غادي جان الحق هذا ستيوكش دو هذا الإنصاف اللي عنده شي حق ياخده اللي كيسال شي حاجة يديها بغض النظر ذباب هذه يمات تمغاثينو ذمي ذي جيذو ماذ حنات جدي ضجاينو إذا مسرم ويجي إذا مسرم يغرى ويغري وغير حبور حر الإنصاف وغاسبو العلاقة. لا الإنصاف انت ديجن الميزة كونية أم شنو العدل ديجن القيمة قيمة كونية أم العدل وغاسبو العلاقة لك العقيدة ولا غك لك غنبوب ذا بارشا نغضى شمرار ولا غك ذر سنين ضم الزيان نغضم قران لا 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 الإنصاف الإنصاف يخذن غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كورجنا ديك سير حق النس كورجنا ديك سير حق النس من دوم نغذي الحديث صلى الله عليه وسلم من عكشو زيروست إيرش ديروست نبينا صلى الله عليه وسلم يقيمك للصحابة خيفوس نسح نجي هذا مزيان نجي هذا مزيان غلام وشي ناسي النبي سواء خزر من النس وذيني أشياخ من الصحابة كبار الصحابة من بينهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول يخف سن النبي حنجا دام الزيان إن سن النبي صلى الله عليه وسلم أيش أتأذن لي يكسد النبي يكسد تسريح زكو حنجا دام الزيان أتأذن لي هذا يكسد تسريح هذا سنو كشغ إينا يمقران قبر النش أتأذن لي ويكسين الإذن زي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زكو حنجي هذا مزيان ما يمي لان ذا حق الناس لان الشين غانغ ذي السنه ذي السنه النغ ان الانسان خميد غانا سانوكش اتاي نغض العصير نغض باستيلين نغض شان حاج دي شان المجلس واجيبو بدا تزيد هوات لان ذوني ذي فوس لا خزا المجلس واذا يسيد جان اعلم اعلم اهل ذلك المجلس سيدي فران دواني تايدا أعلم أهل المجلس مرة هذا حزيس بذي غنتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس ذيني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة فذا الزيس قال العلماء النظر خني مرة نتا غي السعدون مرة ذوني غي السعدون هذه بذا زيفوس الناس مرة نشي غي السعدون هذه بذي زيفوسينو ذو هذا الأدب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تيسوين هذه يبدأ زيفوس الناس
ومي غيخزايو فيا حنجي هذا مزيان هنا مغان هذه كش التسريحة نسي الزاخك من نسي النوح نجاني لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحد يججخ النبي صلى الله عليه وسلم لا والله يا رسول الله فاسغى فين الزيك وتتشغي حد وسينيش النبي صلى الله عليه وسلم أقلل الأدب والنواية سبحين شكرا حنجا هذا مزين خصوش توقع ذيني مقرن فقال سي النبي لا ججي خفي والله عاد لا الرواية من تي ونش فتله في يدي يكشست النبي صافي رحق الناس ذو هذا الإنصاف ماذا رحق الناس يوقير أخسي تنازل سرخ هذا الناس بصحته وجوست غيكسن ثم غاثمة التاسزين الصداق توقير تسمح وهذا رحق الناس ينسر من ما كان قيامه ولا غسيديا وعشرين سنة انتثكيديا واتزركيديا على مكون رخيا واتشمين واتشي غبابس وفي عظمين وفي عظ غبابس هيوم بعد وثو كذا يتسمح بزين الصدق واتخص بولاري في الداغ إذا سقاني بزيغن أنداري في الداغ أرف رانكن قا ساسي في الداغ ما توقيا ساسي في الداغ مروذا يتسمح يوم القيامة والله حمد على القيخز ذا رحق الناس وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كاش على الطبلة حطوا هنا تقصد اش تسمح فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولكن فإن طبنا لكم سرخ هذا عن سنت لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرغ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس سرخ هذا قانش العلماء احتذر حيلا ينس بابس تصغاه نمتكش ذي ومام ذي رواف مارس الخضاء النس أتعدو مارس الحزي بابس وها لا يعني ما جاتو بعد ما يموت بابس الناس قص بحيق زي بابا وها قش وخصغ وذاش تكشت أتديار ثموها النما عشو عني انتموها هدي دور ذا هدي دور هدي دور لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس هذا هذا الإنصاف ثومتين هذا هذا الإنصاف يجي خساخة سنعيش الشين دي هدري النغ تمغاري النغ كتهوى النغ ديك أكل والدين النغ أكل والدين النغ توقع شيء ما توقع المشاكل توقع المشكل جوايز التمغاه يمني توقع يعني توقع الاستقطابي حنجان رخوي حنجاني بين المطرقة والسندان ما ضحنا كبابة سن ما ضحنا كذيمة سن وإما سن يخسن تجبد غاسن غاسن التث التاخوي الحنينت بابا تسني خصهم دي جبد غاس لأنك مصدر قوة لاستقواء أرنت غادي أخوي البريد عنس ولكن الله الإنصاف يحتم على الأولاد أن يريدي روست وذ بابا ثذيمة ويتاس ثتاس ونتتاس يلبر ثتاس يلبر الإنصاف تغيد الحاكم جارسا الحكم غسر حق لا يقر منكاذ قمة واخا يقر منكاذ قمة وش هذر مغ هذا سوي غير حق النس يقر منكاذ قمة وش هذا سوي غير صغى النس وش النحن من زوار شو غدا سنوي ثموه وش النحن الصوف غدا سنوي لا لا قين شخص بش هذا الزمن غير حق النس يما لا الإنصاف الإنصاف إيني 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 من يجن من يجن در ميزان الشرع أشد بنادم إجا رمونكا ذي ثم غهنس نغيك فازي سيدا ربي إني ثي وجوب ثي وجوب ثي قاك إنه ذغريم خياز زي قاك إنه المفروض كوري جنزي وما ذي قيم ذا قنش ذان قان وموها ولي جن أشد ما بنادم إجا رمونكا ذي هم غهنس نغتم غاتق رمونكا ذي قوايز النس نغ بنادم ذي مشريك يكفازي سيدا ربي يضرب الكفر كتاني غلا الشرك كتاني غلا ومع ذلك من قصد ربي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إك الشرك إك فاز سيدا ربي مشرك بالله يعني تعادى سيدا ربي وجي إك مالك كتمغى لا 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 أكربي ومع ذلك واستقوى الرأي ذي الدرم واستقوى الرأي ذي الحشتي ذي الجل معصية وصاحبهما في الدنيا معروفة الإنصاف الإنصاف من دي غاسر حق غاسر حق من دي وغاسر حق وغاسر حق انت ديام ما هو من دي غاسر حق غاسر حق من دي وغاسر حق وغاسر حق كذلك النغة وانت الحصة بنادم يزدغن دير وسط
يزد يمرش يزدغك باباس دي ماس تفل مشاكل ليش مهدي قدن يقارش مشقة دي ما وثينا مقدام غا هذا عشرة الزيسن يوم مشقة يما واجب من زيت غاب الدرق اواش يروح بور حارد قماش نغلي ثم غاد قام ركار احسن من دورة وانيتا قثم غا هني مرض رمخت وجودي غير كم كيس يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة يما اني مرض رمخت وجودي غير كم كيس يوم القيامة كوريش تنغاسر حق النس كوريش تنغاسر حق النس يو كوريش تسكش غير حق النس واتمير غث مغاثر الدرمغي ما واتمير غي ما الدرمغث مغاث يري حقاني الحق الإنصاف همو يدي يوسى لا لا نش ذي ما ذبابا ذي يثما خدم غاث لأنك توحد سجارانا نغن تثترى غي باباس ذي يثماس لأن باباس يمكن أحكم شوات يمكن غاس خارت يحكم شوات يمكن عزيزي سقرايدي شوات أخاف يدمون المارة لأن نش ضعيف وغاري شاذ بوبري وها وغاري تنعاشين غسياق ولا تدبو الزيغة وكثر لا ويترقي مرض الإنصاف يخنو الزو مرض الزو البشرية وجه الأمة البشرية أتو يوم لحق لابد من الإنصاف الذي قال عنه العلماء أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه لو كنت مكانه وذو إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث الصحيحين لذلك الإنصاف أيها الأحباب الإنصاف عزيز من إن الإمام مالك رحمة الله عليه الإنصاف عزيز يدور عملة نادرة يقج الطاس لذلك يسلم ذا نغدين نغل إنصاف كنت مغاري النوغ كنت طاول النوغ دل الأسرة ذلك وجارة كرفقيتك الخاطيب كل جنة المسجيدة كل وجار المسجيدة كوني بجن خل المسجيد كوشي 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 أرمي يوض الدين النغ يسلم ذا نغل إنصاف مع المخالف سواء مخالف في المنهج أو مخالف ذي العقيدة أو مخالف ذي الطريقة أو مخالف ذي الجماعة أو مخالف ذي كرشي الإنصاف مع المخالف وانجيبو ذي الجماعة ذي شتم مش من الإنصاف إلا أهضمك حقك وانجيبو على طريقة واحدة من الإنصاف إلا أظلمك حقك وانجيبو وانكسبو خشيخ ذي الجن ودن عرش ويخماميتا نحرنس دو عريف وش تغابر ونكسبو الشيخ دي الجن ونتبعبو الشيخ دي الجن وش من الإنصاف اش تغذي زيرو من الإنصاف اش تغذي فقون تخك اذا الشعب من الإنصاف لأنه نشد الشك اش كسير خيجن الشيخ اش كسير اش كتبع ديجن المذهب اش تبع ديجن المذهب نش مالكي اش كحنبالي نش شافعي اش كحنفي نش مالكي اش كظاهري اش كظاهري نش وصين غمير عن القاع هل من الإنصاف أن أظلمك حقك مرة من غه قد عفن من غه غنش مرة يصبح زعمة لا مرة من غه قد يصبح لا ويجير ذي الجنح سنكسيكو الشيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم ويجير ذي الجنح سنعرقو الشيء إلا إبليس أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ منه ويرد كل يصيب ويخطئ ما منا إلا راد ومردود عليه لذلك رب سبحانه وتعالى قرن تبتثيخ منهم أغامري شويتنا الإنصاف تغرمني غوا تغرم مثقفون غير مثقفون نغعام المهم أغامري الإنصاف يا أيها الذين آمنوا ما رانوا ذبيني يا رب الزيس يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملنكم عداوة قوم أو بغض قوم أو كره قوم على ترك العدل فيهم أوهيكم قشيموان حتى الحب في الله والبغض في الله ربعة الزين قواتن فيه مشاء يتغيران غق أنت النبي أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله
ينشي المجلس نقا نشي نقيت على حساب المصلحه النغ ما غاريك يسلم المصلحه ما يقضى الغرض ما تحب يخنش مره من يجي الصباح ما واثق برغ اما يغنس ذي الذهب لا عفان ويحرم البغض في الله البغض في الله لا يعني ان يرين غدير ذا بارشان خاس لا 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 ابغض فيه مجانبته للحق ابغض فيه عداوته للسنه ابغض فيه بدعته ابغض فيه معصيته ولكن نتا لشخصه شو غارك يسوالو شو غارك شمرنا انايا ها هو هاكا خصنت اذا ما نلقاش قوى الفصيله جس غينفعا بسم الله في كل ذي كبد رطبه اجر يالها سيدي هذا هو مقال البغض في الله شمهر نشارها نشارها يا ويخشى ويجي ما عليك تو غنشارها يا ويا انتصارا لدين الله غنغرجا ولكن نشارها يا ويا انتصارا لانفسنا وذواتنا وانتصارا لامور اخرى لا داعي لذكرها لذلك رب سبحانه وتعالى إنا نغ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إعجباي إجن الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات روح غاسجن الفصل ذيس يقس فصل فيما اختلف فيه المؤمنون تحس وتحس تيمسر من تحس قد دقا شي موان خصنا ثناري بالبوند العارضة تنسرسق ذي دخل المسجد فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال والأصول والفروع إني ذا شيخ قان شيخ الإسلام بن تيمية أقل منهج تكفيري زي سيدي فغ إني ذا شيخ قان داعش أقا كسينزي الكتب من شيخ الإسلام بن تيمية ميكني وغيفكن كيس يوم القيامة وخس سين والو وخس غرين والو والسين نقع حتى المنهج نس ديال الكتابة والسين ممشي كايورة ذي مجموع الفتاوى ورا ممشي كايورة ذي كتاب الاستقامة ورا ممشي كايورة ذي يوسد انت بق بق شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذا كتاب الاستقامة ومديو الآية الثانية تا من إن فنهى يعني الله تعالى أن يحمل المؤمن بغضهم للكفار على ألا يعدلوا أو عن الأذن نكمل الحمد لله رب العالمين أعود إن شاء الله تعالى إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة قال فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا كفار تبغضونهم لأنهم ليسوا موحدين تبغضونهم قال البغض في الله ولكن إنهاك النوصي دار بي أثن الدرمم زيد قال والكلام ونتنفيس قال فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع أو متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له فاسق مبتدع متأول ولكن أخضر مغ لا هذا سوي يغطس غاث النص لا هذا يني رحق سيني غلا وغاس من غيني لا هذا دافع خير حق هذا سوف تغذق عروع لا ما يميل إنه وكذا يجيبو خبرت خمي غيني خر منكر اللهم إن هذا منكر سيني غاسر حق وجلي أنه بمجرد أنه نشوكي سجيغ ذي قبري ذي خرخت ذي الجن خمي غيني يور ذا مازق وخ غيري ذي الحق وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية قذيف غاق الأمة ناغن فهم الدين النغمو غنيري مليحة ومتينو ذا ينغاق ذا 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 ينغاق الأمة غاق ذا لأن الإنصاف ولو
نتشارك الجن والنظنية يا معلك غانغ الإنسان وزن سيدي وما والو وزن غوا هذا وزن هذا وزن غوا من يجندر حق در آمو مسعية أمسعية التا نهاية مرتي التا ميترقوح ثلاث الصباح يكسيت ثو حرين طاري آمو من إنا ساعة نتي السور ثانيتا إنا الصباح غاز ليس رحق ثانيتا يخضى ذيس جانب فيه الصواب صافي يموت الشنق عن ترعية ذي قاني مزيغ. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء كان يتكلم عن عالم من أعلام السلف في التفسير ذقون قا كلام طويل وخصوه إذا ويغكمر ذقون قا إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله يحرد جذي جنها سيئة تغمر في بحر حسناته ولا نضلله وخاص نحكم بوس الضلل النضال مبتدع فاسق يصفغي وذني وبريد سبحان الله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك أقش الإنصاف أقش العلماء إذ قرن أقش إني تغي عمانس العلم إذ قرن نشخمي غيري غذر بيدون إخواني تقاقوب هذا بذي غذ شارك غذ قيثمة في الذات عمان التفتث ثهوات سهوات الزجيف إهني إخوان تمكسير تكسير الزجيف ذوك جنة لأن إخوان ويس غيون إلا إخوان أما العلماء إن شاق من الحق ومن الإنصاف أنه ثاق أخستنا الريخ ضغيس ولكن وجلس نوثك وشي ذي زيرو لا وصن الشي تشك وشي ذي زيرو يميد يوسف ترجمة ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر أبو عمر المالكي القرطبي تقول قال ترجمة قال ولكن بعد ما يسير خاس إلى آخره إن ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه يخضع كل ابن آدم خطأ لا يعني ما تقضي زيرو الدين النغثة ومتين ويسر ماذا نغل إنصاق وخصق وذلك فقد قبري ذا يتص لأن هذا نغيور وقت الطاس الدين النغثة ماذا نغل إنصاف حتى كي النواي الجين دي مسر من لشنا ونشين مي السور صدار بخ أهل الكتاب ذي نشان الآيات السور خاسم بكلام شديد ولكن حما غاد القرآن عاود تفت صدار بقر ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين باش وطريح البمار قال الإمام بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير إن شي استئناف قصيد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم تأكيدا لما أفاده قوله تعالى ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رب سبحانه وتعالى استورخ أهل الكتاب إن ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك ما دمت عليه قائمة واه كفار وجنبوا على الحق ولكن ربعات زيسن ديسن الأمانة عشان ومش الجن ربعات زقم سرمن في طبعهم الخيانة لذلك هذا من الإنصاف قال العلماء إنصافا لحق هذا الفريق لأن الإنصاف يقول الطاهر بن عاشور لأن الإنصاف مما اشتهر به الإسلام لذلك تفذ النبي صلى الله عليه وسلم إن كما عند أبي داود بسند صحيح ألا من ظلم معاهدا أو انتق معاهد له في ذمتنا عهد يتعيش در وسط مسرمن ويجبو ذا مسرم غاس عهد الحماية غاس عهد الأمان غاس إلى آخره
نهار المفهوم المعاصر دولات كشاس فيزا ديال فغاث محمد ويجيبوا ذا مسرم فيزا اللي داست كشا عهد امان ولي قوم داست كشا فيزا الناس تتغاب وعينو امن وامان واتجيبوش غيمونيستان. الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس ان النبي صلى الله عليه وسلم فانا حجيجه يوم القيامه. فانا حجيجه يعني انا خصمه يوم القيامه. زي الدفاع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الانصاف. يعني وجي يوم القيامه اذير الخصم ذوني وايد. لا خصمه النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا من النبي صلى الله عليه وسلم عن حق هذا المعاهد الذي سلبه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه والحديث صحيح مسلم. الحمد لله انتذب بس اليمان حسين وحضان شادي غزوة بدر السنمين وحضان شادي غزوة بدر معتنا وتغين دين وجي وحضان شا وشارك شا مقا وحضان شا يعني وشارك شا لغزوة بدر مع أن المشاركة لغزوة بدر ديجنا الفضل دم قرن العلماء أخمني السور نخ الصحابة مهاجرون الأنصار تسند البدريون طائفة واحد سنة والنبي صلى الله عليه وسلم شحاري مرقة شهد بدرا ومن بزايح ميس خاص نستورع قرش وهو ممن شهد يعني دجن المزية من مواشارك شهد غزوة بدر مع أنه تغين دين سنة ما يمي تغين زي مكة تغين زي مكة انت حذيفة بن اليمان دبابس يقول زي مكة عرض ناس كفار قريش من غث أحم يقول غير محمد صلى الله عليه وسلم إن ناس لا إنما نريد المدينة نقصد المدينة شن يقول غير المدينة وفي علم تهنتو يقول غير المدينة يو النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس أذا نغفكش مرعاهد نصيد ربي إلا واتقيتي المشا كذ محمد كونتر صلى الله عليه وآله وسلم أذا نغفكش مرعاهد أكنه نجة تعقحم باش إذا نخشم رعاهد أنه وكيس تقتل مشا كونترن كشي ناس رعاهد رحقين غال المدينة وفين النبي صلى الله عليه وسلم السوجة في غزوة بدر نحن وغاسم تغيب ورخبا روحن غال النبي صلى الله عليه وسلم ننسي يا رسول الله ها من أنغي وقعنا من أنغي وقعنا من أنغي وقعنا من غنقي يا رسول الله قدر حارف ثانيتا والحرب خدعة ويمسر من حداجن على من كور واحد حداجن على من كور سيف حداجن على من كور فارس ومن قد كين غرحاب تقران غقت غاصن يوينا نخ وزر نتخان غزيه مهنغ إلى آخره فرصة لا الناس النبي صلى الله عليه وسلم انصارفات كشي مثلا بعاد وروح تعقحم يا رسول الله يروح تعقحم أقل حراي يمسر من حداجن نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ما نكش سن رعاهد أكي سن نكمل رعاهد أنت سيضار بذن غعاون غاسم جيبوا لا قمني مجاريث لا شي ما تسرق شان تدقن الفتاة ويقرش انه ويجين دم سرم حرارة تشعب يا سبحان الله وذي حجرن وذي النان ما غاسي دار بوم يحرم السارق يحرم خيم سر من واه وين جارس للي انش انش حرارة سنت زنزد كوكايين غاقا قان غكيس ندير حرب يخسن غاث نتعجل نتعجل دا حرام حرارة تقل التجارة دي كوكايين كلي نواجين دي مسر من وتحجرن بأي دليل شن الفتاة وصل خرا عنت لا حرارة زنزد شن حاشتي جن حرامة زنزد دي مسر من حرارة زنزد دي نواجين دي مسر من إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهني جيش النبي صلى الله عليه وسلم كيس جهد. إن سنفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قصة يذكره أهل العلم أو يذكرها أهل العلم في تفسير قول الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قصة في غاية الروعة. سبب من نزول الآية الثانية أنه يجنت وقام طعمة بن أبيرق طعمة يا ونتا يروح يشان يجن الدرع ومغي يشاد الدرع النير
يروح يجد جند عاست نيج موداي وميكي سفاقن يا سيدي الدرع يتوشا ويوش عن الدرع باش يتوفتضح حتى اللي يفتضح امره يروح يفارت رعاست نيج موداي كان ضرب عاد زرقو من نس شهدنا كي زورا على انه قدو ذي اللي يوشان قانس النبي صلى الله عليه وسلم خصك كذا تبرد يا رسول الله اقاني غدا سكن هذا سكن هذا سكن قبر غي النبي صلى الله عليه وسلم شن حشت السنزل ضرب سبحانه وتعالى الآية الثانية إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تكن مدافعا عن الخائنين ولا محاججا عن الخائنين يحكم النبي صلى الله عليه وسلم يا رس يبرأ اليهودي واتهم طعمه قال العلماء على أنه يفغ يرتد لأن أصلاً واتغيبوا على واتغيبوا ذمسر مستيدة إلى آخره مهم مات على الكفر إلى آخره ولكن العبرة الإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنصف اليهودي مع أنه يهودي ويجبوا ذمسر يعجبه الكلام الإمام القرطبي ذاني تذي تفسير النس إن شو هذا دليل ومتغيتي تفسر الآية والله يعجبها إن شو هذا دليل على أن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز قوارسنا غير يقصح زيد إن شو لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق يعني قارس وغاك ورحق الدفع عشان يجن ورخص الطرف عن السنة ذي الله نتا متهم وفعلا ثبتت عنه التهمة إلا مرة توليد غاس الحق هذا هو الإنصاف الذي أدبنا به ديننا وربانا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن من إن الإمام مالك ما من شيء أعز من الإنصاف.